أنا يعني الزيارة دي ملهمة بالنسبة لي، لأن ما كنتش متخيل إن أنا يعني هاجي ألاقي أولا الترحاب الجميل والرعاية الهامة اللي أنتوا بترعوني بيها دي. وحسيت إن أنا في بلدي أولا، مش هذا خالصين منا أكيد. أنت في بلدك شايف الشباب اللي انا شفتهم بصراحه كوادر مهمه جدا، وواثق ان احنا هنشوف مجموعه منهم ليست بقليله يعني تتلألأ في مساء الخير سماء السينما العربيه قريبا ان شاء الله. شاء ويا حبذا لو ان شاء الله يعني حظهم يبقى كويس ونشوفهم في السينما العالميه ان شاء الله باذن الله.